بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب الآن بالجميع الحضور في اللقاء الحي الثامن لتاريخ 2 نوفمبر 2019 الموافق ل 5 ربيع الأول 1441. الأخت دلال، أحييكم الله جميعا. صفحة 16-17 معلومات أي صفحات؟ ما أدري، يعني لا أنت ولا صفحات ولا أي شيء. يلا نيجي الآن إلى إيش؟ إلى يعني نحن وصلنا إلى وين؟ إلى يعني المحاضرة 18. قلت إحنا ماذا ذكرنا فيما يتعلق يعني أول شيء، يعني فيه أسئلة مباشرة من قبل ماذا؟ إجابة عن الأخت يعني دلال مباشرة من قبل ماذا؟ يجب أن نفرق في البداية ما هو الفرق بين مؤسسات الإيداع، مؤسسات الإيداع، وما هو الفرق بين مؤسسات ادخار تعاقدي وبين مؤسسات استثمار وسيطة. وقلنا طريقة السؤال عنها أننا نأتي ونقول لكم لا يتبع مثلا إلى مؤسسات الإيداع، هذا طريقة السؤال لا يتبع مؤسسات الإيداع، وذكرنا لكم مثلا البنوك التجارية، بنوك الادخار المشتركة، بنوك اتحاد العاملين، وبنوك الاستثمار. فكانت الإجابة ما هي؟ إيش الذي لا يتبع إلى مؤسسات الإيداع؟ كنا ذكرنا في المرة الماضية هي ورد يعني الاستثمار يعني. فكانت طريقتها سهلة جدا فيما يتعلق يعني هذه طريقة السؤال كيف يأتي في البداية. يعني يجب أن نفرق في كل يعني نوع من أنواع المؤسسات ما هي البنوك أو الجهات التي تتبع إليها. بعد ذلك يعني قمنا بالتفصيل في الكلمات دي. مؤسسات الإيداع يعني اسمها فيها هي تقبل الودائع، يعني ما سميت بمؤسسات الإيداع إلا لأنها تقبل الودائع، تقبل الودائع. ويعني هذا يفترق يعني عن مؤسسات ماذا؟ ادخار تعاقدية، وأغلبيتها منها كلها يعني معروفة مرتبطة بشركة تأمين. يعني بالنسبة لنا الأمر سهل وهين جدا. كيف ذلك؟ أنه في عندي مؤسسات إيداع يعني التي تقبل ودائع، وفي مؤسسات اسمها تعاقدية ادخار تعاقدية يعني فيها تعاقدات كلها شركة تأمين. يعني مثلا في شركة تأمين على الحياة، شركة تأمين ضد المخاطر، صناديق معاشات تقاعد، واضحة يعني الأمثلة تبعها. وفي ما نعبر عنها مؤسسات استثمارية وسيطة. يعني شفت هنا وردت في يعني وردت كلمة ماذا؟ وسيط، يعني التي سوف تلعب دور الوسيط. مثل ماذا؟ كنا ذكرنا الماضية في شركات التمويل وصناديق الاستثمار، وشفنا كذلك صناديق الاستثمار بسوق النقد وبنوك الاستثمار. وكنا حكينا في المرة الماضية أن بنوك الاستثمار هي تلعب ذلك الدور الاستشاري، وحكينا كذلك على بنوك الاستثمار أنها تساعد يعني الشركات في عملية الإدراج. يعني مثلا مؤخرا يعني نزل خبر انه قريب جدا سوف يتم ادراج ارامكو، فالذي سوف يساعد على عملية ادراج ارامكو هي البنوك. يعني سوف تقوم بذلك الدور الوسيط، وسوف يعني تضمن لنا يعني تضمن لنا سير احسن سير لهذه العملية. فهذا تقريبا يعني الاشياء التي يعني يعني ننتبه إليها. في نوعية أخرى من الأسئلة كنت ركزت عليها المرة الماضية، عندما أقول لكم يتركز نشاطها في قروض التمويل التجارية لمنشآت الأعمال الصغيرة وقروض تمويل المبيعات الاستهلاكية للقطاع العائلي، هل هي يعني صناديق الاستثمار؟ هل هي بنوك الاستثمار؟ هل هي بنوك اتحاد العاملين؟ أو شركة التمويل؟ إيش تكون الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ مريم الكتابة غير واضحة. بعيد عليكم السؤال، عندما قلت لكم يتركز نشاطها في قروض التمويل التجارية لمنشآت الأعمال الصغيرة،
وقروض تمويل المبيعات الاستهلاكية للقطاع العائلي. هل هذا يعني هذا النشاط يتبع إلى صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار بالسوق النقدي أو ببنوك الاستثمار أو بشركات التمويل؟ ممتاز الأخت الآتي بشركات التمويل. لو يعني قلت لكم مثلا تستثمروا في أدوات طويلة الأجل وتركز إقراضها في رهونات الإسكان، وتركز إقراضها في رهونات الإسكان، هل هي شركات التأمين على الحياة؟ هل هي شركات التأمين ضد المخاطر؟ هل هي يعني البنوك التجارية؟ أم هي مؤسسات الادخار والإقراض؟ بهذه الطريقة سوف يتم سؤال يعني الأسئلة. ممتاز جدا الأخت دلال، واضح وجلي جدا كيف سوف نترك. يعني نحن لن مثلا معروف في رهونات الإسكان، رهونات الإسكان يعني في مؤسسات الادخار والإقراض وكذلك بنوك الادخار ويعني المشتركة، كلاهما يشتغل وين؟ في رهون الإسكان. ولكن عندما نقدم لكم سؤال نحن لن نجعل أو لن يكون هناك يعني لبس في السؤال أو يعني المعلومة غير واضحة. فلو نقول لكم يعني تعطي قروض في رهون الإسكان، يعني تقريبا هذا نفس الشيء هو مؤسسة الادخار والإقراض، فالمقترحات التي سوف تجدونها الصحيحة إما بنوك الادخار المشتركة أو تجد الادخار والإقراض، يعني لن يكون هناك خلينا نقول يعني لن يكون هناك شك في تقارب الأجوبة، يعني دائما وأبدا سوف يكون الجواب واضح ومباشر، يعني ما حنترك ريب لدى الطالب. هذا أعتقد يعني ما كنا توصلنا إليه في المرة الماضية. هل الأخت دلال يعني الحين صارت الأمور واضحة إن شاء الله أكثر وضوح؟ ممتاز. نوصل الحين يعني نحن وصلنا إلى المحاضرة 18 ويعني المحاضرة 18 19 20 الكل اليوم يعني محاضرات سهلة وليس فيها كثير من التعقيدات. أول شيء في مصطلح اسمه كفاءة الأسواق المالية، يعني هذه المحاضرة تحكي على كفاءة الأسواق المالية. ماذا يقصد بكفاءة الأسواق المالية؟ تابعوني جيدا منذ البداية. الكفاءة ترتبط بشيء اسمه معلومات، الكفاءة ترتبط بشيء اسمه ماذا؟ اسمه معلومات. فنحن اسمعوني جيدا لكي تفهمون ماذا يقصد بالكفاءة. فيقول لنا نحن البشر معي يعني نعيش بإيش؟ بالأكل، يعني نحن نتغذى بالأكل، نحن البشر نتغذى بالأكل. ولكن بماذا تتغذى الأسواق المالية؟ بماذا تتغذى الأسواق المالية؟ تديروا بالكم الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات، الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات. كيف ذلك؟ قال يا أخي الأسواق المالية ليس، شفت الحين الأستاذة مريم، ليس بالأموال وإنما الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات. يعني كيف تتغذى بالمعلومات؟ انتبهوا جيدا كيف تتغذى بالمعلومات؟ يعني كلما توفرت معلومة دقيقة وكلما كانت هذه المعلومة أتت في وقتها غير متأخرة، وكلما كانت هذه المعلومة ليست بإشاعة، ليس بإشاعات، كلما عندما وصلت إلى الأسواق المالية انعكست فوريا في ويعني لما نقول انعكست فوريا في إيش؟ في الأسعار الأسهم. وهذه المعلومة إن كانت جيدة فسوف يعني تتسبب في ارتفاع أسعار الأسهم، وإن كانت معلومة رديئة فهذه المعلومة سوف تنعكس سلبا في الأسعار وبالتالي الأسعار سوف تنزل. يعني فهمناها جيدا، يعني مبدئيا كيف سوف نأخذ الكفاءة؟ الكفاءة لها علاقة مباشرة بماذا؟ لها علاقة مباشرة ب يعني المعلومات التي ترد على السوق ونوعية هذه المعلومات. فكلما كانت المعلومات دقيقة وتعكس الواقع وليست بإشاعات وليست يعني هذه المعلومة متأخرة، كلما كان هناك يعني كفاءة في الأسواق المالية. الحين
ماذا يتطلب يعني هذه الكفاءة؟ وماذا تطلب يعني قال المعلومات التي ترد على الأسواق المالية؟ هل مطالب أنني يعني أدفع لنقود لكي أحصل على هذه المعلومات؟ قد نفترض أنك غير مطالب أنك تدفع نقود، وإنما هيئة السوق المال سوف توفر لك هذه المعلومات مجانا. يعني يكفي أن تكون مشبوك بالإنترنت، يعني يوجد لديك إنترنت، فهذا يكفي لا غير. يعني أنت سوف تتحمل فقط يعني تكاليف الانترنت، ما عدا ذلك فهيئة سوق المال هي التي سوف تتكفل بضمان يعني أن تصل إليك المعلومة بطريقة يعني حينية ومباشرة. فمعروف أنه الكفاءة السوق المالية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على سهولة تداول الأوراق المالية، وذلك يتطلب ماذا؟ توفر المعلومات بأقل التكاليف، تنوع الأوراق المالية، وقلة التقلبات في أسعارها فنحضر الآن من شيء أننا يعني عندما نقول لكم تتطلبوا، لو شيء يأتي سؤال صح وخطأ ونقول لكم تتطلبوا الأسواق المالية أو كفاءة الأسواق المالية يعني أكثر تقلبات في أسعار الأسهم، فبالطبع هذا صحيح ولا خطأ؟ فبالطبع هذا سوف يكون يعني خطأ. دير بالكم شيء آخر، لو نقول لكم أنه لا تدخلوا ضمن العوامل الأساسية لقيام سوق الكفر، يعني ما هي دخلة في سوق الكفر، إيش يعني المعلومات هذه؟ لو قلنا لكم يعني مثلا لو قلنا لكم أنه توفر المعلومات، تتوفر المعلومات بأقل تكاليف، لو قلنا لكم حجم التداول، لو قلنا لكم تنوع الأوراق المالية، ورابع شيء تقلب أو قل التقلبات في أسعار الأوراق المالية، إيش كانت الإجابة يعني البعيدة؟ ما هي؟ لا يجعل لكم السؤال، لا تدخل ضمن العوامل الأساسية لقيام السوق. المقترح الأول توفر المعلومات بأقل التكاليف، المعلومة الثانية هي يعني حجم التداول، المعلومة الثالثة هي تنوع الأوراق المالية وقل التقلبات في أسعارها. فممتاز جدا، يعني انتظروا، يعني الأسئلة سوف تكون بهذه الطريقة سهلة جدا كذلك وكذلك مباشرة. يعني إما نقول لكم حجم التداول، أو نقول لكم عدد الشركات، أو نقول لكم يعني عدد الإصدارات من الصكوك، أو نقول لكم يعني كل هذه الأشياء ليس لها علاقة بكفاءة السوق المالي، وإنما الكفاءة تتعلق فقط بتوفير المعلومات و يعني الأوراق، تنوع الأوراق المالية وكل التقلبات في أسعارها. واضح إن شاء الله المعلومة؟ يلا ندخل بعد ذلك إلى يعني لما نحكي على كفاءة الأسواق المالية دائما وأبدا نحكي على مدى سرعة استجابة الأسعار في بطريقة غير متحيزة للمعلومات المتاحة للمتعاملين فيه. يعني ماذا؟ قال عندما فرضا نحن الآن خلال يعني جلسة بتاع تداول، جلسة تداول، والآن جاء خبر عاجل، والخبر العاجل مفاده ماذا؟ أنه سادك وقع عقد بما قيمته مثلا 10 مليار ريال، بما قيمته 10 مليار ريال مع يعني دولة أوروبية. حسب رأيكم هذا الخبر في ماذا، كيف سوف ينعكس في الأسعار؟ كيف سوف ينعكس في الأسعار؟ الأسعار ماذا سوف ترتفع ولا سوف تنخفض في هذه الحالة؟ بارك سوف ترتفع. انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا. لو قلت لكم انه يعني جاء هذا الخبر العاجل انه السابق وقعت عقد بقيمته 10 مليار ريال مع من؟ مع يعني شركة أوروبية، وبطبع هذا الخبر جيد وسوف يتسبب في ارتفاع سعر السهم. لو قلت لكم انه يعني سعر السهم الحالي 90 ريال، وعندما نزل الخبر ارتفع سعر السهم ب 92 ريال، ثم بعد ربع ساعة واصل الارتفاع وبلغ 93 ريال، ثم بعد ذلك واصل الارتفاع ووصل الى 95 ريال. لما دائما وابدا نسأل خلال فترة الارتفاعات يعني كيف كان 92 ثم بلغ 93 ثم ارتفع الى 95 ريال،
هل هناك يعني معلومات أخرى إضافية يعني أخرى إلى جانب هذا الخبر العاجل؟ فكانت دائما وأبدا الإجابة لا، يعني هو نحن نستهدف في نفس الخبر. ثم بعد ذلك يعني المتعاملون في السوق المالي اكتشفوا ماذا؟ أنه ارتفاع الثابت بخمس ريال مبالغ فيه، وأقفل سعر السهم يعني في ذلك اليوم عند 93 ريال ونصف. هل هذا في مصلحة الكفاءة ولا ضد مصلحة الكفاءة؟ يعني بعد عليكم يعني سريعا، نزل الخبر في تمام الساعة 10 صباحا، عندما نزل الخبر يعني ارتفع مباشرة سعر السهم إلى 92 ريال، بعد ساعة من الزمن ارتفع وبلغ 93 ريال أو 93 ريال ونصف، وبعد يعني ساعة واحدة وصل سعر السهم إلى يعني 95 ريال، وبعد ذلك اكتشفوا أنه سعر هذا الارتفاع غير مبرر وأقفل سعر السهم عند 93 ونصف. بالطبع هذا لا يخدم الكفاءة، فلهذا السبب يعني في الأسواق المالية المتقدمة وفي الأسواق الكفأة عندما يأتي خبر ينتظر عدد كبير جدا من المحللين من الطراز العالي جدا، يعني إيش يعني خبراء في الأسواق المالية، وهم يقدرون مباشرة انعكاس ماذا؟ انعكاس هذا الخبر الجيد في سعر السهم، فتجد سعر السهم يرتفع مرة واحدة وليس يعني تدريجيا، فكأن يصبح من 90 ريال إلى 93 ريال ونصف، وبعد ذلك هو يستقر. شفت يعني ماذا يقصد به يعني الكفاءة؟ سرعة الاستجابة للأسعار بطريقة غير متحيزة. يعني ماذا يقصد بطريقة متحيزة؟ أي لا يضخم ولا يخفض في سعر السهم، وإنما يجعله في سعره العادل. بارك يعني هل كفاءة السوق، انتبهوا جيدا الآن، هل كفاءة السوق تعني نشاط السوق؟ هل كفاءة السوق تعني نشاط السوق أم لا؟ يديروا بالك، هذه دائما وأبدا يأتي السؤال صح وخطأ على أساس أنه ترتبط كفاءة السوق بمستوى نشاط السوق، تديروا بالك ليس له علاقة بالنشاط. نجي الآن إلى ما هي، يوجد شرطين أساسيين لتوفر يعني للسوق الكفاءة. الشرط الأول أن تعكس الأسعار السائدة في السوق بشكل تام جميع المعلومات المتاحة يعني للمتعاملين، هذا اللي قلنا يعني قلنا عنه. ما ينفع أن يكون ارتفاع سعر السهم تدريجيا، يعني ما ينفع أنه الحين تضاف له ريالين وبعد ساعة تضاف له ريال ونص وبعدين نص ريال أو كذا، وإنما يعني عندما يرتفع سعر السهم وينتقل من مستوى إلى مستوى آخر فهو ينتقل مرة واحدة فقط وليس بطريقة تدريجية. وثاني نقطة التي ركزنا عليها ما هو؟ أن يكون تنعكس هذه المعلومات بطريقة غير متميزة، مثل ما ذكرنا يعني لا نقوم ب يعني لا يرتفع لكي يصبح مبالغ فيه ويصبح التضخم، أو لا ينخفض لكي يصبح بسعر مخفض. الهدف من الأسعار السائدة للورقة المالية تكون تطبق متطابقة مع، تبعني جيدا، عندما يعني خلينا نقول يعني ترد معلومة على الأسواق المالية، ماذا تقتضي الكفاءة السوق المالي؟ أن يقترب سعر الورقة المالية، يلا انتبهوا جيدا، هل يرتبط يعني سعر الورقة المالية هل يقترب من قيمتها الدفترية، قيمتها الاسمية، قيمتها المضافة، أو قيمتها الاقتصادية؟ بارك الأخت نادي، إن شاء الله لك جاهزة. يعني هذه كذلك يعني الطريقة الثانية في السؤال، فنحذر منها إنه يعني نريد القيمة السوقية، ويكون السهم في حالة توازن إذا كانت تساوي قيمتها يعني الاقتصادية. الحين أيوة بعيد عليكم السؤال، وهو كان كالتالي، قال من المفترض الكفاءة تعني أن يقترب سعر السهم من القيمة التالية،
أعطيني أربع مقترحات وهي التالية: قيمة تفتيشية، قيمة اسمية، قيمة مضافة، أو قيمة الاقتصادية. فكان الرد إيش؟ هي القيمة الاقتصادية. نحن اتفقنا في المرة الماضية إنه يعني الكفاءة ماذا تعني؟ إنه سعر السوق يساوي القيمة الاقتصادية، والقيمة الاقتصادية المرادف لها هي القيمة الحقيقية والقيمة العاجلة. يعني دون بالكم، عندما نقول قيمة حقيقية، قيمة عادلة، قيمة اقتصادية، كلها تعني نفس الشيء. Very nice. ندخل الآن إلى قياس. الحين دخلنا على إيش؟ على المحاضرة 19. يلا انتبهوا جيدا، وهي تحكي على مستويات الكفاءة. يعني قبل قليل نحن دققنا في شيء، إنه الكفاءة ترتبط بماذا؟ بماذا ترتبط الكفاءة؟ بماذا يتغذى السوق المالي؟ يا شباب، بماذا يتغذى السوق المالي؟ باربوت قلنا يتغذى بالمعلومات. فلهذا السبب يعني مستويات الكفاءة سوف ترتبط بمستوى المعلومة التي سوف نحصل عليها. يلا انتبهوا جيدا، عندما يعني تابعوني جيدا، لأنه سهلة يعني سوف تكون سهلة على الآخر. انتبهوني جيدا، عندما نقول ايش نوعية الأسعار الموجودة، ايش نوعية المعلومات عفوا، قد نعمل نوعية المعلومات، دققوا جيدا. هل إما أن تكون معلومات تتعلق بأسعار الأسهم التاريخية، أسعار الأسهم التاريخية، هذه نوع من المعلومات، المعلومة الأولى. نوع من المعلومة الثانية، قال إما أن تتعلق بمنتجات الشركة، يعني ما هي منتجات الشركة وما هي القوائم المالية تبعها، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل. كذلك من المعلومات الأخرى، الشركة ما هو القطاع الذي تنتمي إليه، ما هو القطاع الذي تنتمي إليه، يعني إيش معلومات عن القطاع، عن الاقتصاد ككل. وهناك نوع آخر من المعلومات، وهي معلومات يمكن الحصول عنها بطريقة يعني غير خلينا نقول يعني شرعية، وهي ما هي معلومات داخلية. يعني أنا عندما يكون لدي زميلي، ابن عمي، أخي كذا يشتغل في هذه الشركة ويقوم بتسريب هذه المعلومات. يلا نرجع الحين نفرق بين هذه المعلومات. ماذا قلنا؟ قلنا المعلومات يمكن أن تكون أسعار الأسهم، ويمكن أن تكون هذه المعلومات يعني القوائم المالية، قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، ويمكن أن تكون هذه المعلومات كذلك معلومات عن القطاع وعن الاقتصاد ككل، ويمكن أن تكون هذه المعلومات منها معلومات داخلية. Very good. فنأتي الآن إلى إيش؟ إلى نأتي الآن إلى يعني نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى عندما نقول هذه ثلاثة أنواع من المعلومات، كيف يتم تصنيفها؟ يعني كيف يتم تصنيف هذه المعلومات؟ أول شيء المعلومات التاريخية يقصد بها أسعار الأسهم. يعني لما نقول معلومات تاريخية يقصد بها أسعار الأسهم وحجم التداول فقط. عندما نقول لكم المعلومات الحالية أو المعلومات الحاضرة، ماذا يقصد بالمعلومات الحالية أو الحاضرة؟ يقصد بها القوائم المالية للشركة، قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، ويقصد بها يعني المعلومات التي تتعلق بالقطاع والاقتصاد ككل. وماذا يقصد ب يعني المعلومات الخاصة؟ هي المعلومات الداخلية. فهذا يعني تقسيمنا لأنواع المعلومات، فنحذر منها. يعني هناك ثلاثة مستويات من المعلومات فننتبه إليها. يلا نجي الآن إلى يعني أكيد جدا أضعف معلومة. يعني لو يعني السؤال الآن، كيف ستستخدم هذه المعلومات؟ قال هدفنا لو أنا أدقق المعلومات التاريخية، ولو أنا أدقق في المعلومات متاع قائمة الدخل والمركز المالي والقطاع والمنتجات الشركة والاقتصاد وكذا، ومعلومات خاصة، قال ما هو هدفي؟ قال أنا هدفي لو حصلت على هذه المعلومات وحللت هذه المعلومات وقمت بتحليل هذه المعلومات، هل أنا أستطيع أنني أتخذ قرارات إما بيعا أو شراء، وبذلك أنا أتغلب على الآخرون. يعني إيش أنا أتغلب على الآخرون؟
قال الله يعطيهم الشخصين، واحد استخدم معلومات تاريخية والثاني لم يستخدم معلومات تاريخية، وكلاهما كان هدفه التنبؤ والتوقع دي يعني مستقبل هذه الشركة، فهل يشتري فيها وإلا لا بناء عن هذه المعلومات. فانتبهوا الآن، فلهذا السبب جاء المستوى الضعيف من الكفاءة، جاء المستوى الضعيف من الكفاءة، وارتبط بماذا؟ ارتبط هذا يعني المصطلح بضعف المعلومة. وما هي المعلومة الضعيفة؟ قال هي المعلومات التاريخية. هناك مستوى ثاني يسمى بشبه القوي، وارتبط هذا المصطلح شبه القوي باستخدامنا إلى جانب المعلومات التاريخية المعلومات الحالية، فيعني سوف نقوم بتحليل المعلومات المتعلقة بإيش؟ بالقطاع، ويعني قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، ويعني الاقتصاد ككل. في حين ارتبط المستوى القوي من الكفاءة ارتبط بالمعلومات الخاصة أو المعلومات الداخلية، يعني لاختبار مستوى الكفاءة. فديروا بالكم لو نقول لكم أي من يعني مستويات الكفاءة يعني لا يدخل ضمن مستويات الكفاءة، أي من المقترحات التالية لا يدخل ضمن مستويات الكفاءة. يلا انتبهوا جيدا، المستوى الضعيف، المستوى شبه الضعيف، المستوى شبه القوي، والمستوى القوي. جيروا بالكم لو نقول لكم لا يصنف ضمن مستويات الكفاءة، فالسؤال واضح وسهل جدا. لو قلنا لكم لا يصنف ضمن مستويات الكفاءة، فديروا بالكم لا يوجد شيء اسمه شبه الضعيف، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد الضعيف وشبه يعني القوي والقوي. هذا أول سؤال يمكن أننا نشاهده. لو قلنا لكم أنه يستخدم هذا النوع من الكفاءة فقط المعلومات التاريخية، هل هو نوع الضعيف شبه الضعيف القوي شبه القوي؟ بيرجوت الضعيف، يعني نفس السؤال الذي ينطبق لو قلنا لكم أنه يستخدم هذا النوع من الكفاءة الممتاز، والله ما شاء الله عليكم، يعني لو أقول يستخدم النوع هذا بكفاءة المعلومات يعني التاريخية والمعلومات الحالية، فبالطبع سوف تكون الإجابة أربع مقترحات، يعني ماذا سوف تكون الإجابة؟ هو النوع الشبه القوي. ذلك ممتاز. الآن ديروا بالكم يعني عندما نقول التحليل يعني الأسعار، جرت العادة في تحليل الأسعار يعني الأشخاص الذين يتنبؤون بمستقبل الأسعار، يعني بمستقبل خلينا نقول أسعار الشركات، كيف يستخدمون هذه الأسعار؟ يستخدمونها بأن يضعوها على رسوم بيانية، يعني يأخذوا أسعار الأسهم وينزلوها على يعني ملف إكسل، وبعد ذلك هذه الملفات يحولونها إلى رسوم. هذا ما يسمى لدى يعني في الأسواق المالية يسمى بالتحليل الفني، يسمى بالتحليل الفني. المحلل الفني هو الشخص الذي يستخدم ماذا؟ هو الشخص الذي يستخدم الرسوم البيانية انطلاقا من ماذا؟ من يعني الأسعار التاريخية للأسهم، فهذا يدخل تحت غطاء التحليل الفني. بينما عندما نقول يعني أن هذا المحلل يعتمد على ماذا؟ يعتمد على القوائم المالية للشركة، ويقوم بما يسمى التحليل الرأسي والتحليل الأفقي لهذه الشركة، ويقوم بتحليل منتجات الشركة، ويقوم بتحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة والاقتصاد ككل، هذا يسمى بالتحليل الأساسي. فعرف على النوع الضعيف من الكفاءة أنه يمكن اختباره باستخدام ماذا؟ باستخدام يعني التحليل الفني. فلهذا السبب تابعوني جيدا، متى يعتبر السوق في نوعه الضعيف؟ متى يعتبر السوق في نوعه الضعيف؟ قال سوف أعتبر السوق في نوعه الضعيف إذا كان أخذنا مجموعتين من يعني شركات الوساطة، واحدة تعتقد أنه يعني النوع الضعيف من الكفاءة، تعتقد أنه عفوا البيانات التاريخية عندما تستخدمها وتستخدم التحليل الفني بإمكانها أنها تتغلب على السوق،
في حين أن الفئة الثانية من شركات الوساطة مالها قالت والله شوف لا فائدة في استخدام التحليل الفني ولا فائدة في استخدام التحليل يعني البيانات التاريخية لأنها لم تضيف لنا ولا أي شيء، وباستخدامها لا نستطيع أن نتغلب عن السوق. فنأتي الآن لماذا تصنف الأسواق المالية بأنها كفأة في نوعها الضعيف؟ قد تصنف أنها كفأة في نوعها الضعيف عندما هذه يعني نوع من الكفاءة قال هناك استحالة تحقيق أرباح استثنائية من خلال استخدام يعني الأرقام التفاريخية أو التحليل الفني. يعني ماذا يعني ذلك؟ يتضح لنا أن الأشخاص في الأسواق المتقدمة الذين يستخدمون التحليل الفني والذين يستخدمون يعني البينة التاريخية وهدفهم أنهم يتغلبون على السوق ويكون أداؤهم أفضل للآخرين، اكتشفنا ماذا؟ أنه في هذه الأسواق أنه هناك استحالة تحقيق أرباح استثنائية باستخدام هذه النوعية من البينة. خلينا نروح إلى يعني اختبار أسواق في نوع شبه القوي. قال الله نفس الشيء، يعني في الأسواق المتقدمة عندما نريد أن نختبر أسواق في نوع شبه القوي ونستخدم يعني التحليل ما نعبر عنه يعني الأساسي التحليل الأساسي ونستخدم القوائم المالية ونستخدم كذا، قال يتضح لنا كذلك أننا استخدمناها أو لم نستخدمها فلن نستطيع التغلب على السوق. تابعوني جيدا، حتى لو تعلق الأمر بيعني يعني النوع القوي والذي يستخدم فيه معلومات خاصة، الله يشوف حتى لو أحد الأشخاص امتلك معلومة خاصة وبإمكانه أن يستفيد منها، وكيف يستفيد منها؟ إن كانت المعلومات هذه جيدة، إن كانت هذه المعلومة جيدة فسوف يستفيد منها من خلال ماذا؟ من خلال أنه يعني سوف يشتري الآن الأسهم، وعندما يرد الخبر في الأسواق المالية فسعرها سوف يرتفع وبذلك سوف يستفيد. يقول لنا الآن نظرية كفاءة الأسواق المالية لأن هناك رقابة محكمة وهناك تدقيق على جميع المتعاملون في الأسواق المالية، حتى ولو كان أحد الأشخاص يمتلك معلومة يعني داخلية يعني حصل عليها عن طريق زميله أو ابن عمه أو قريب آخر أو عن طريق أنه دفع رشوة أو كذا، قال لن يستطيع أن يستفيد فائدة منها. لماذا؟ قال لأنه في حالة أنه استفاد منها على طول سوف يكتشف أمره وسوف تسلط عليه عقوبات. واضح إن شاء الله؟ فديروا بالكم يعني في الأخير ماذا يقول لنا؟ أنه دائما أين عم بارجو يعني كل المستويات من المفترض متى تتحقق الكفاءة؟ قال عندما لا يستطيعون أن يحققوا أي أرباح استثنائية. هذا ملخص الحديث. بارك الله ما شاء الله عليكم يعني منتبهين، و يعني هذا الذي أردنا أن نصل إليه في مستويات الكفاءة. بارك الله. ننتقل الحين إلى يعني معلومة أخرى ذات يعني بالنسبة لنا مهمة جدا وهي التالية. سوف ننتقل الحين إلى تقريبا خلصنا من الكفاءة، سوف ننتقل إلى المحاضرة 20، سوف ننتقل الحين إلى العرض 20 وهو التعامل بالأسواق المالية. أول شيء هناك يعني أنواع أوامر البيع والشراء، أنواع أوامر البيع والشراء. انتبهوا جيدا لأنواع أوامر البيع والشراء. هناك أوامر السوق تسمى بهذه الطريقة أوامر السوق، وهناك أوامر أخرى تسمى بأوامر أوامر طلب المحددة. فديروا بالكم هناك نوعين من الأوامر مبدئيا. ما هي الأوامر الموجودة؟ هي أوامر السوق ثم أوامر طلب المحدد. ماذا يعني بأمر السوق وأمر طلب المحدد؟ كأنك مثلا سيدة تريد أن تشتري ذهب، فأرسلت يعني أحد أبنائها وقالت له ماذا؟ أنا أريد أنني أشتري يعني سلسال، وسبق أنكم رحتوا مع بعض السابق وحصلتوه يعني بسعر يعني ما أدري منخفض مرتفع، فطلبت منك ماذا؟ أو منك ماذا؟ أشتري لي ذلك السلسال بالسعر الموجود في السوق. فأنت على طول
يعني لقيت المحل الاول الثاني الثالث الرابع، وبعد ذلك شفت يعني اين يعني افضل سعر واشتريت. فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بالامر السوقي، وهو انك تشتري في افضل منطقه. بينما امر الطلب المحدد، امر الطلب المحدد عندما يعني ترسلك الوالده وتقول لك اشتري لي هذا السلسال بما لا يزيد قيمته عن 3000 ريال، يعني حددت لك المبلغ 3000 ريال، يعني لو حصلت 3200 ريال تشتريه وما تشتريه؟ أكيد جدا إنه ما حنشتري. شوف الآن هذا ينطبق تماما على الأسهم. في بعض الأحيان أحد الأشخاص يقول أنا أريد أن أشتري يعني أسهم سابق، فيظهر أمر سوقي السعر الموجود في السوق سوف يطبق عليه. يعني إذا كان حاليا يبيع السعر ب 91 ريال فعلى طول سوف يشتري ب 91 ريال بدون تردد. وطلب المحدد إذا كان حاليا سعر سهم سابق يباع ب 91 ريال، فيأتي هذا الشخص وماذا يقول؟ والله لو نزل إلى 89 لأشتريه. فيضع أمر طلب محدد شراء ب 89، إن بلغ 89 سوف يشتريه، وإن لم يبلغ 89 ريال ما حيشتريه. هذا بالطبع ينطبق على بنفس الطريقة لو كان البيع أحد الأشخاص يمتلك فرضا أسهم في سابق وحاليا سعر السهم ب 91 ريال، ويقول والله سعر الحال 91 ريال يعتبر منخفض، ولكن لو اليوم بلغ سعر يعني 93 ريال أنا ما عندي مشكلة أنني أبيعه. فلهذا السبب يقوم بإصدار أمر بيع لأسهم سابق بسعر كم؟ 93، أمر محدد، وإذا كان بلغ سعره فعلى طول سوف ينفذ هذا الأمر. فهذا ما يسمى بماذا؟ بأوامر الطلب البيع والشراء، وتحديدا الأمر السوقي وأمر الطلب المحدد. يعني الأمر السوقي مال، الأمر السوقي سوف يضمن لنا التنفيذ ولكن لا يضمن لنا السعر. ليش؟ لأنه أنا سوف أشتري بالسعر المتوفر في السوق سوف ينفذ لي، ولكن في تلك اللحظة التي أشتري أنا فيها قد يرتفع أو ينخفض سعر السهم. بينما الأوامر الطلب المحدد عكسها تماما، وانتبهوا جيدا، فهي يعني الأسعار التي تضمن لنا السعر ولكن لا تضمن لنا التنفيذ. يعني إذا كان أنا أردت أنني أشتري ب 89، إما أن ينفذ علي ب 89 أو لا ينفذ. يعني إذا كان خفض سعر السهم ولكن لم يصل إلى مستوى 89 فلن ينفذ أمري. فاحفظوا جيدا هذا الشيء، أنه الأوامر السوقية هي أوامر تضمن التنفيذ ولكن لا تضمن التنفيذ بسعر معين، بينما الأوامر الطلب المحدد هي أوامر لا تضمن السعر ولكن لا تضمن يعني التنفيذ. فديروا بالكم يعني من نقطة هذا. نأتي بعد ذلك الشراء بالهامش. ماذا يقصد بمصطلح الشراء بالهامش؟ ماذا يقصد الشراء بالهامش؟ انتبهوا جيدا. نحن نعرف شيء اسمه انه يعني فرضا انا بمتلك لي مبلغ وقدره 100,000 ريال وانا اشتغلي في جامعة الامام وارغب في الحصول على قرض وقدره 100,000 ريال فرضا من مصرف الراشد. ما هو هدفي؟ هدفي انني والله شايف اليومين هذا انه السوق المالي السعودي ما شاء الله محقق ارتفاعات غير طبيعية، وقلت فرصة كبيرة جدا انني ادخل زيادة في السوق المالي السعودي. فانا امتلك 100,000 ريال وانا شايف 100,000 ريال يعني غير كافية، ولهذا السبب انا قررت انني اروح اقترض من يعني البنك الراشحي واقترض بمبلغ 100,000 ريال. ماذا طلب مني مصرف الراشحي؟ ما سألني يعني انت كم تبلغ رأس مال ولا يعني، ولم يسألني حتسوي به ايش هذا النقود، ولكن طلب مني شيء واحد فقط، قال لي روح الى ادارة الجامعة واطلب منهم تثبيت الراتب، واطلب منهم ايش يعني تثبيت الراتب، وتعالى على طول يعني جيب لي شهادة في الراتب وتعالى على طول نقرضك يعني المبلغ الذي يعني تحتاج، وهو ايش؟ 100,000 ريال. فهذا ما نسميه يعني اقتراض يعني الفرد مباشرة من لدى البنك. انتبهوا جيدا ماذا يقصد الحين بالشراء بالهامش. انا هدفي ما هو؟ 100,000 ريال ان تصبح 200,000 ريال لكي استغل فرصة ارتفاع السوق.
فبإمكاني عوض في الأسواق العالمية، يقول لنا بإمكاننا عوضا أنك تتجه إلى البنك وتقترض من البنك، فأنت بإمكانك أن تتجه إلى الوسيط وتقترض من الوسيط، عوضا تقترض من البنك. هذه يعني، والسوق المالية السعودية سوف تدخل قريبا يعني في سنة 2020 سوف تدخل بأشهر أبلامش. يعني الآن عندما تفتح لك عند وسيط، تفتح لك حساب الرشوة المالية ولا الصندوق المالية ولا الأهل المالية، تفتح لك يعني حساب لدى هذه الفروع، وتأتي وتقول لهم أنا عندي مبلغ 100,000 ريال وأريد أن أقترض منكم 100,000 ريال. إيش حيسوي لي يعني الوسيط؟ يقول لي ما عندك أي مشكلة، أعطيني 100,000 ريال تبعك ندخلها إلى المحفظة، وأنا سوف أعطيك 100,000 ريال ثانية. كم المبلغ؟ وصل 200,000 ريال. ولكن المرة هذه ماذا سوف يفعل الوسيط بهذه المحفظة؟ يعني المحفظة هذه فيها تحويل من الحساب الجاري إلى المحفظة، وفيها تحويل من المحفظة نحو حسابك الجاري. الوسيط كل ما سوف يفعله أنه سوف يقفل الخانة التي بإمكانه، التي تمكنك من سحب النقود من هذا، من هذه المحفظة. فلهذا السبب عرف الشراء بالهامش هو القرض الوسيط، يعني القرض الذي يتم استلامه من قبل الوسيط أو يسلمك إياه الوسيط، وهو نفس طريقة البنك. البنك يعطيك بضمان راتبك، ولكن الوسيط يعطيك بضمان رأس مالك، يعني كم أنت سوف تصرف في هذه المحفظة. وسمي هذا بإيش؟ بالشراء بالهامش. ولهذا السبب يقول لنا لا يدفع ثمن الورقة المالية بشكل فوري. يعني لماذا؟ لأن جزء من هذه الأسهم سوف تمول من قبل الوسيط. ليش هناك مصطلح يسمى بالبيع على المكشوف؟ البيع على المكشوف، ماذا يقصد بالبيع المكشوف؟ هذا المصطلح متداول لدى البنوك ويسمى بالسحب على المكشوف. ماذا يقصد بالسحب على المكشوف؟ يعني أنك، يعني خاصة البنوك الربوية، قد تمكنك هذه البنوك أنك تستخدم بطاقتك البنكية ويعني تستهلك أكثر مما تمتلك في حسابك الجاري، وسميت هذه العملية بالسحب المكشوف، يعني أنك تستخدم نقود غير نقودك، يعني ليست على ملك وإنما على ملك البنك. هنا توجد نفس الحركة، نفس الطريقة. يعني هناك شركة سمسرة، هناك شركة سمسرة، شركة السمسرة من يشرف عليها؟ تشرف عليه هيئة سوق المال، وتأتي وتقول لنا شركة السمسرة هذه أنه هناك نقود أو هناك يعني الأسهم راكدة، هناك أسهم إيش؟ راكدة، وهذه الأسهم يعني أصحابها ما هي سائلة عنها، ونحن نحتاجها لكي توفر لنا سيولة في السوق. فتأتي لشركات الوساطة وتقول لهم ماذا؟ توجد لدينا حسابات راكدة وبإمكانكم تحريكها، وبإمكانكم أنكم يعني نعطيكم جزء من هذه الأسهم لكي تتداولون بها في الأسهم في السوق. فلهذا السبب سميت هذه العملية بالبيع على المكشوف، ويقصد بها أن يتم أن يتداول أو تتداول شركة الوساطة المالية في أسهم هي على ملك الغير وليس على ملكها، ومن يوفر لها هي شركة الوساطة. طبعا نحن اتفقنا، وكذلك أنا بلغت في الحقيقة، أنا بلغت يعني عمادة القبول، عمادة التعليم عن بعد، بأن المحاضرة اليوم سوف تمتد للساعة 9:15. فالطلاب الذين يسمحوا لهم وقتهم أننا يعني يبقون معي إلى ربع ساعة زيادة يعني 9:15، فأهلا وسهلا بهم. بالطبع من كانت لديه محاضرة أخرى ويرغب في الانتقال إلى المحاضرة الأخرى، هذا من حقه وبإمكانه أن ينتقل إلى المحاضرة يعني عند الزميل الثاني. فالحين نحن سوف نواصل محاضرتنا إلى حدود 9:15. يلا نوصل الآن، الله يبارك فيكم جميعا، نوصل الآن. انتبهوا، سوف نأتي على فقرة والتي سوف تكون يعني لازم دائما وأبدا تكون موجودة في اختباراتنا، ألا وهي أنواع المستثمرون. هناك موجود لديكم في مستثمر استراتيجي طويل الأجل، ومستثمر مالي طويل الأجل، ومالي قصير الأجل، والمضارب، والمضارب المحترف، والمضارب الهاوي. نبدأ في البداية كيف طريقة السؤال عنها، وبعد ذلك ننتقل إلى إيش؟ ننتقل إلى فهم هذه المصطلحات. عندما نقول لكم المستثمر الذي يخسر أمواله لاعتماده على الشائعات، هل هو مستثمر استراتيجي طويل الأجل
هل هو المستثمر المالي طويل الأجل؟ هل هو المستثمر المضارب الهاوي أو المضارب المحترف؟ ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. فديروا بالكم احنا دائما وابدا سوف يكون بهذه الطريقه. يعني مثلا لما نقول لكم المستثمر المحترف، هل يقصد به المستثمر المضارب او المضارب المحترف او المضارب الهاوي او المالي طويل الاجل؟ فماذا من يكون؟ ذلك هو مالي طويل الاجل. يلا نفهم الآن، يعني فهمت الحين طريقة السؤال كيف سوف نسأل، يعني واضحة. مر يعني يعني على السريع على هذه المصطلحات، مر على السريع. ماذا يقصد بمستثمر استراتيجي طويل الأجل؟ طويل الأجل، نحن في بعض الأحيان نسمع بإيش يعني مجموعة الحكير، فواز الحكير، ونسمع بمجموعة الطيار، ويعني كذلك يعني مثلا نسمع بشركات أخرى من قبيل يعني العثيم. من هذا؟ يعني لما أقول لك أنا العثيم، ولما نقول يعني مثل ما ذكرت الحين يعني الحكير أو يعني فوز الحكير، أو نسمع بشركة الطيار، منهم؟ قال هذه الأسامي يعني هي في الحقيقة أسامي لأشخاص، هي في الحقيقة إيش؟ أسامي لأشخاص. فالأشخاص هذم يعني في فترة من فترات لما نحكي على الطيار، لأنه هناك شخص يمتلك في شركة الطيار نسبة تزيد عن 30%. لما نقول يعني مجموعة الحكير، لأنه هناك أشخاص تنتمي إلى العائلة ويمتلكون يعني نسبة 30 أو 40% من رأس مال الشركة. ونفس الشيء على العثيم بنفس الطريقة. فهم يسمون بمستثمر استراتيجي طويل الأجل لأنهم هذم الأشخاص وغيرهم من الأشخاص الآخرون يمتلكون حصص، وهذه الحصص سوف تستمر معهم لفترة 5 و10 و15 سنة وحتى أكثر من 20 سنة، فسميت بمستثمر استراتيجي طويل الأجل. هناك مستثمر مالي طويل الأجل، أنا يمكن أني أعتبر نفسي أنا وأنت كذا يعني مستثمر طويل الأجل. يعني كيف ذلك؟ والله شفت مثلا شركة يعني سابك يعني شركة قوية جدا وتوزع في أرباح وكل يعني سنة يعني تزيد، ولكن أنا عندي مبلغ قدره 100,000 ريال، فقررت أنني أضع مبلغ 20,000 ريال يعني هذا رأس مالي أني أضعه في سابك ولفترة 4-5 سنوات. هذا ما يسمى بمستثمر مالي طويل الأجل. يعني إيش؟ أنا هناك العديد من الأشخاص من تجد له في يوم من هذا يمتلك حصص في الراشحي وفي سابق وفي المراعي وفي صفولة وفي مثلا يعني للجرير. قال لماذا أنت تمتلك في هذا القوة؟ كم لك من سنة تمتلك؟ قال والله عندي 2 و3 و5 سنوات. فهذا يسمى بالمستثمر المالي طويل الأجل. تعال نفهم القصير الأجل ماله. القصير الأجل قالوا لي أنا حستثمر لفترة 3 أشهر 4 أشهر. ما هو هدفي؟ قال هدفي أنه سعر السهم يكون مثلا 100 ريال يقفزه إلى 105 ريال، وفي الأثناء يوزع عليه 2 ريال أرباح. المستثمر المضارب هو الذي يقوم بصفقات متكررة، والهدف ما هو؟ أنه يشتري له ب 100 ريال ويبيع مثلا ب 102 ريال، ولا ينتظر توزيع الأرباح. المضارب المحترف، احنا قبل قليل كنا حكينا على التحليل الفني، يعني يستخدم ادوات بتاعت حش الرسوم وكذا ويشوف متى يعني سعر السهم او متى نسق، يعني سعر السهم هو تصاعدي او تنازلي. اذا كان نسق تصاعدي فهو تجده يشتري، واذا كان نسق يعني سوف يكون في المستقبل نسق تنازلي سوف يتخلص من هذا السهم. فلهذا السبب يستخدم أدوات التحليل الفني. وفي الأخير ماذا نجد من المضارب الهاوي؟ قال مع الأسف هذا الشخص ماله؟ قال والله ليس له أي خلفية عن الأسهم، ولكن شاف ناس بتشتري اشترى معهم، وشاف ناس بتبيع باع معهم. نقول له لماذا اشتريت؟ قال أنا لا أعلم. ولماذا بعت؟ قال أنا لا أعلم. يعني لهذا السبب هو الأقلب على الظن بعد فترة ما سوف يخسر يمكن نصف رأس ماله، ويضطر بعد ذلك إلى إيش؟ إلى مغادرة يعني الأسواق. هذا مع الأسف. حنعرض شوي على الأسواق الأوراق المالية الإسلامية.
معروف انه لما تكون اوراق ماليه اسلاميه يعني متوافقه مع الشريعه، مثلا في السوق المالي السعودي يوجد 265 صندوق استثماري. تخيلوا هناك من بين 265 صندوق هناك 252 صندوق حاليا هي متوافقه مع الشريعه. لماذا؟ لان هناك كم هائل من السعوديين يرغبون ان تكون يعني استثماراتهم في هذه الصناديق وتكون هذه الاستثمارات متوافقه مع الشريعه. فهذا ما هو موجود على اساس انه بطبع تجنبا للربا وتجنبا للانشطه التي تكون يعني غير متوافقه مع الشريعه. فلهذا السبب يعني توجد انتم تعرفون جيدا انه كل ما يتعلق بالغرر مثل التامين التقليدي او بالربا مثل البنوك التقليديه او يعني هناك منتجات مثل التبغ ومثل يعني الخمور ولحم الخنزير، يعني كل هذه محرمه. ودائما وابدا نحن ننظر الى الاسواق الماليه ليس بمفهومها الضيق يعني السوق المالي السعودي فقط، وانما ننظر الى الاسواق الماليه العالميه. فاليوم في يومنا هذا المستثمر السعودي مثلا ماله يعني هو منفتح ليس فقط على السوق المالي السعودي وانما على جميع الاسواق العالميه. فتجد المستثمر السعودي يمتلك في اسهم امريكيه ويمتلك في اسهم يعني في دول اوروبا وفي اليابان وفي الصين، ويعني بالطبع بامكانه ان يستثمر نقوده في اماكن يعني تكون متوافقه مع الشريعه. بالطبع يعني جميع التقارير تؤكد ان هناك اقبال لا نظير له على التمويل الاسلامي، وخاصه بعدما حصلت الازمات الماليه. فعندما حصلت الازمات الماليه تاكدوا ان هناك العديد من الاشخاص ان التمويل الاسلامي والشروط التي يضعها على الشركات من حيث يعني الاصول كانت تلعب دور قوي جدا في يعني صلابه هذه يعني الشركات فيما يتعلق بالازمات الماليه. Very good. نيجي الان الى يعني جانب كبير جدا وسوف نبدا فيه اليوم، ولكي ان شاء الله باذن الله تعالى في المره القادمه يعني نتمكن منه، الا وهو تقييم الاوراق الماليه. تقييم الاوراق الماليه سوف ابدا معكم بمصطلح وهو التالي. حسب رايكم عندما نقوم بتقييم الاوراق الماليه، عندما نقول لكم يعني تعتبروا وبعض لكم نقاط، تعتبروا تقييم نقاط يعني من اكثر يعني اكثر صعوبة في تقييم الاوراق المالية. هل الاكثر صعوبة في تقييم الاوراق المالية هل هي اذونات الخزينة، الودائع، السندات الحكومية، او الاسهم العادية؟ من اصعب شيء في عملية التقييم؟ هل هي اذونات الخزينة، الودائع، السندات الحكومية، او الاسهم الممتازة؟ ديروا بالكم الاسهم العاديه هي اصعب شيء. لو نعكس السؤال، لو نعكس لكم السؤال، انتبهوا جيدا، اي من الادوات التاليه لا تتطلب جهود كبيره في عمليه التقييم؟ يلا، الاسهم الممتازه، الاسهم العاديه، السندات الحكوميه، الصحيح. ما هي الإجابة؟ هي السندات. طب عارفين احنا جيدا ماذا؟ أصعب شيء في عملية التقييم هي ايش؟ هي للأسهم، وأسهل شيء يعني في سوق رأس المال هي السندات الحكومية، أسهل شيء يعني عملية تقييمها. انتبهوا جيدا يعني من الـ يعني الـ هذه الأشياء. اي يعني عندما نقول ان قرارات ماذا؟ الاستثمار ومزيج التمويل وسياسه توزيع الارباح تؤثر كليا على قيمه اسهم يعني الشركات. يعني بطبع انه لما اقول ان قرار الاستثمار ماله يعني هل الشركه تزيد في الاصول تبعها ولا لا تزيد؟ عندما تزيد في الاصول اكيد جدا هي سوف يعني تستثمر، والهدف ما هو؟
الهدف هو شراء آلة تصنيع، والهدف من وراء شراء آلة التصنيع هي زيادة في الإنتاج وزيادة في الإيرادات وفي الأرباح. فكلها يعني هذا يدخل ضمن إيش؟ قرار الاستثمار. بعد ذلك هناك شيء اسمه الهيكل التمويلي. هل أنا من مصلحتي أن يتم التمويل عن طريق الأسهم فقط، أو أن يتم التمويل عن طريق يعني إصدار سندات فقط، أو أن يتم التمويل عن طريق مزيج بين الأسهم والسندات؟ حسب رأيكم من أحلى تكلفة في التمويل؟ هل هو التمويل عن طريق الأسهم أو التمويل عن طريق السندات؟ ما هو الأقل تكلفة؟ يلا ما هو الأعلى تكلفة؟ يلا خلينا نوصل، ما هو الأعلى تكلفة؟ هو هيك الأخ بندر، ما هو الأعلى تكلفة؟ هل الأسهم والسندات؟ بارك الله. الأخ بندر قال يعني السندات هي الأقل تكلفة، والأخ هذه لما قلت من هي أعلى تكلفة كانت الأسهم. بارك الله، هذه الإجابة الصحيحة. الأعلى هي للأسهم والأقل هي للسندات. فلهذا السبب دائما وأبدا نحن نحتاج إلى مزيج يعني بين الأسهم والسندات في الهيكل التمويلي. قال يا أخي ما دام السندات هي أقل تكلفة، ليش ما تكون يعني كل تمويلك عن طريق السندات؟ قال المشكلة التداين يفقدك استقلال الشركة. يعني عندما تكون شركة متداينة وديون عليها مثقلة بالديون، ففي كل يوم وثاني البنك يتصل والبنك يتدخل في قرارات الشركة، ولا والبنك يقول للشركة لا يسمح لك أنك يعني للتبيعين بالسعر كذا، أو خلينا نقول البضاعة التي سوف تبيعها أريد 70% منها، ترجع إلى البنك و 30% فقط تستفيد منها الشركة. يعني فلا دائما وأبدا يعني الديون يفقد الشركات يعني استقلالها. فلهذا السبب نحن نريد أن نستفيد من يعني التكلفة المتدنية لإصدار السندات أو للقروض المصرفية، ولكن يعني نستفيد منها دون أن يؤثر ذلك على القرارات الشركة في المستقبل، ودون أن تصبح هذه السندات تلعب دور سلبي في يعني الضغط من قبل البنوك أو من قبل حاملي السندات على الشركة في اتخاذ هذا القرار. بالطبع يعني نريد الآن أن نعرف ماذا نعرف العوامل التي تحدد يعني سعر السهم واتجاهه. ما هي الأشياء التي سوف تحدد ذلك؟ أول شيء هي يعني السياسات. فلهذا السبب يعني يقول لنا هل الشركة تستثمر أم لا تستثمر. فهنا في سياسة الاستثمار، وفي قبل قليل قلنا إيش؟ قلنا قبل قليل يعني هيكل التمويل، وبعد ذلك نصل إلى مصطلح آخر وهو إيش؟ توزيع الأرباح. توزيع الأرباح. فتذكروا جيدا أن أهم القرارات التي تتخذها الشركة هي الاستثمار، والقرار الثاني ما هو؟ والقرار الثاني هو الهيكل التمويل، والقرار الثالث هو توزيع الأرباح. لو سألناكم أي من يعني القرارات التالية لا يدخل ضمن القرارات يعني التي تتخذها الشركات، يعني قرار الاستثمار، قرار الزيادة في الضريبة على يعني الأرباح الشركة، قرار توزيع الأرباح، أو قرار الهيكل التمويلي، فتجربوا بالكم يعني ماذا هو قرار الزيادة في الضريبة. ما عنده ولا أي علاقة بإيش؟ بالقرارات يعني التي تتخذها الشركة، وإنما الضريبة هي يعني تأتي من عند الحكومة، وليس يعني الحكومة هي التي تقرر ذلك. شيء آخر، لو قلنا لكم ما هو هدف المستثمرين؟ هل هدف المستثمر هو تعظيم الربح؟ هل هدف المستثمر لو قلنا لكم تقليل المخاطر، أو هدفه هو تعظيم ثروته؟ إيش الإجابة تكون؟ ما هو هدف المستثمر؟ ديروا بالك، ليس هدف المستثمر هو تعظيم الربح، وإنما هدف المستثمر دائما وأبدا هو تعظيم الثروة. ليش قال ما هو تعظيم الربح؟ لأننا يمكن أن نتلاعب بأرباح الشركات ونعظم فيها، ويمكن أننا يعني نتلاعب على المستثمر، ولكن تعظيم الثروة دائما وأبدا هو هدف استراتيجي وطويل الأمد. هذا ليش احنا يعني كل التركيز هو على تعظيم الثروة وليس على تعظيم الربح أو
تعظيم العائد او تعظيم كذا، وانما دائما وابدا هو تعظيم الثروه. هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني اكيد جدا المحاضره الجايه حتكون يعني فيها جانب عملي قوي جدا، ويعني في مسائل عمليه في المحاضره القادمه، ونراكم على خير ان شاء الله في يعني في المحاضره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لحضوركم جميعا.